طب هي من وجهة نظرك بتعمل كده ليه؟ هي يا فندم انا عايزه ابوظ لي حياتي. هي عايزه ايه؟ ما اتعرض عليها، اتعرض عليها يا فندم الحل الودي. يعني اقول لك على حاجه، احنا قلنا السرقه كانت كام؟ 30/9. انا حاولت برضو اديها ناقوس خطر، اقول لها خلي بالك انا شريكي بعد السرقه. عملت ايه يا فندم؟ عملت انذار طاعه. هي الاول قالت لك انا طردتها من البيت، انا ما طردتهاش من البيت يا فندم. ده محضر يا فندم ترك منزل زوجيه. انا قلت لك التاريخ صح؟ 12/9. ترك منزل زوجيه. هي اللي سابت البيت، انا ما طردتهاش زي ما حكيت لحضرتك. واحده يا فندم روحت البيت تلاقي البيت مسروق وعلى البلاط وخربان وكسر الباب. بتقول لك انا اخدت حاجتي، وهو اللي بياخد حاجته ده بيكسر باب. هو مش سعادتك معاكي مفتاح؟ افتحي الباب، خدي الحاجه، سيبي القايمه اللي انا ماضي عليها. كسرت الباب ليه؟ ما هو سؤال بقى علامات استفهام. النيه يا فندم كانت رايحه لحته ثانيه خالص. ما انا كاتب قايمه، معنى ان انا اجي الاقي الباب مكسور والقايمه مش موجوده، يبقى احنا كنا رايحين لتبديد منقولات. كان زمان يا فندم انا دلوقتي محبوس وبقيت سوابق. طيب بعد ما ده حصل، يعني المفروض ان خلاص بقى في غدر وبقى في خيانه كده، انا المفروض اعمل ايه؟ انا برضو بصيت برضو لمصلحه العيال، قلت طيب ايه؟ نعمل انذار طاعه، تعالي البيت انا عايزك. بتاريخ كام يا فندم؟ 20/10. المحامين كمان بيعملوا روتيني، ساعات بيفهم خطا ان هو انت بتضايقها. انا بقول لك تعالي، ما هضايقك ليه؟ ما في الاخر انت هتعترضي وممكن تتطلقي زي ما انت عملتي. ما انت عملتي ايه؟ عملتي اعتراض على انذار الطاعه ورفعتي طلاق للشقاق واستحكام الخلاف واتطلقتي. بس كان ممكن ترجعي في الاول وفي الاخر، هو اختيار ليكي. ما انا كان ممكن اكبر دماغي خالص، بس انا في الاول وفي الاخر بقول لك ايه؟ تعالي احنا لسه معانا، لسه نور ده حته لحمه حمراء، تعالي. كنت بايع على بيتك كده؟ جدا جدا. وعايز اقول لك انا بعت لها على البرايفت فويس واثنين وثلاثه وعشره، بعت لها كتير قوي. لها ايه؟ قلت لها نرجع. ما قلت لها على فكره انا بتحذر ان ارجع لك تاني بعد اللي انت عملتيه. انا بتحذر، انا واحد راجع البيت لقى الشقه على البلاط. يعني انت كنت مرتبه، كنت مخططه. انت عارف يا فندم السرقه دي حصلت ازاي؟ دول كلموا شركه شحن واتفقوا، والناس جت اخذت الحاجه من العجمي وراحوا بيها القاهره. انت عارف هم ما اتحبسوش ليه؟ عشان اقرار بشهاده من الناس انا ما رضيتش اقدمه للمحكمه. اقرار بالشهاده معايا اهو. اقرار بشهاده يا فندم من شركه الشحن. بيقول لك فندم كلمتنا واحده اسمها فلانه اللي هي والدتها، واتفقوا على مبلغ 3800 جنيه عشان ناخد الحاجه من العجمي نوديها الخصوص. انا يا فندم ما بكدبش. اتفضلي يا فندم. اقر واشهد اني تلقيت اتصال هاتفي يوم 28/9/2020 من واحده ست كبيره اسمها الحاجه سحر. اتفقت معايا على نقل عفش من البطاش اسكندريه الدور الثاني الى الخصوص القاهره الدور التاسع. صحيح. بمبلغ كذا. مظبوط. ده اقرار بشهاده. احنا يا فندم مناصب جدا يا فندم في القضاء وفي الشرطه المصريه بتاعتنا. تحريات المباحث قال لك باجراء التحريات السريه حول الواقعه فقد توصلت التحريات الى صحه الواقعه. ده زعلك جدا او حسسك بالغدر؟ بالظبط. مش المنقولات، ده شويه خشب مش هيفرق معايا. الغدر. انت كده غدرتي بيا، وانا شايفها فرحانه قوي بتقول انا اخدت. انت غدرتي بيا مش اخدت الحاجه، انت شايفاها انك اخدت الحاجه. ما تاخدي الحاجه. هو انت لما هو انا هعيشك معايا بالعافيه ليه؟ مش عايزه تعيشي معايا، انا زوج سيء ليكي، خلاص هننفصل مفيش مشكله. انما ابقى انا في الشغل ارجع الاقي الباب مكسور والشقه على البلاط، وبرضه انا بحاول برضه نحل ودي. على فكره المحضر ده انا كنت بثبت بحقي، هو اللي تطور. تحريات المباحث وشهاده الشهود، هو المحضر اخذ اجراءاته. ما هو يا فندم احنا في بلد، البلد دي في دوله، احنا في دوله كبيره، في شرطه وفي بحث جنائي وفي نيابه وفي قضاء، احنا في دوله. انا مش هاخد المواضيع كلها زي ما انا عايز. انت مش جيت عملت محضر، انا بقى هقول له المحضر وجهولي. انا عملت محضر واتهمت او مين؟ ما هو اللي هياخد الحاجه دي يا اهلي يا اهلها. ما هو مش مستحيل حد هيتجرأ يخش البيت ياخده كله حتى اللمط. هسألك سؤال تاني بعد إذنك. هي معاها المفتاح، ليه الباب اتكسر؟ سوء نية، غدر، ترتيب لتبديد منقولات زوجية. هيكون لي إيه يا فندم؟ ما أنت لو أنت عايزة الخير بتاخدي حاجتك، هفتح المفتاح، هاخد حاجتي، هسيب القايمة، شكرا شكرا سلام سلام. وبعدين هو إحنا أصلاً اتكلمنا في طلاق. هنتكلم في طلاق وإحنا عندنا عيل عمره أيام. ممكن تكون هي شافتك العدد اللي لما راحت عند والدتها ده ان انت ما اتصلتش وما سالتش،
ان هي كده خلاص هو انت العدد قررت. كان قد ايه يا فندم؟ 12/9؟ ما انا قعدت اكلمها يا فندم، احنا اتكلمنا 13/9 14/9 15/9 لحد 16/9، ببعت لك كل يوم كل يوم وانت مفيش 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 مفيش، هعمل ايه؟ وفي الاخر برضه انا الموضوع ما جاش في دماغي خالص ان البيت اللي كنا لسه بنسمع فيه الضحكه والفرحه وعاملين فيه السبوع فجاه البيت يتخرب وبالشكل ده. هو انا لما اخد الحاجه بالشكل ده انهي ود هيبقى موجود بعد كده؟ اتفضلي يا فندم.